لما الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني اعلن عن المشروع في الاسماعيليه وقال ان احنا سنقيم يعني قناه جديده بطول 72 كيلومتر، منها حفر جاف ومنها ما هو توسيع وتعميق في المجرى اللي موجود حاليا، قال ان احنا هنمول ده من خلال اسهم وسندات. كانت الاشاره دي بتعني للمصريين فقط، كان المهم فيها ما هوش نوع الاداه اللي جايه، لانه ده موضوع فني المفروض ياخد دراسات اكتر، ولكن كان الهدف اولا هو انه يقول للمصريين انه لن يتملك في هذه القناه الا المصريين، لان احنا عانينا طويلا من تملك اجانب في القناه اللي زلوا المصريين لسنوات طويله الى ان تم تاميمها سنه 56. التوجه اصبح مختلف عما كان عليه، وطلعت لا هي اسهم ولا سندات، طلعت شهادات استثمار. ايه بقى الفرق بين شهادات الاستثمار وبين الاسهم والسندات؟ السهم هو يعني بيدي الحق لحامله انه يبقى مالك في الشركه. يعني لو انا طرحنا 20% مثلا من اسهم شركه قناه السويس عشان يتملكها الناس، يبقى الناس بتملك في الحته دي باصولها بمبانيها بفلوسها بادواتها 20%، ومن حقهم ساعتها ان يبقى لهم ممثلين مثلا في مجلس الاداره بتاعت الشركه دي. انما السند هو يعني صك للدين، يعني انت هديك هتديني فلوس، بتسلفني فلوس وانا في مقابلها بديك السند ده او الصك عشان يثبت ان انت مدينني اولا، وهتاخد عليه عائد كل سنه او كل 5 سنوات او في نهايه المده، يعني المهم حسب ما بيتم الاتفاق عليه. ده السند. شهادات الاستثمار قريبه شويه من السند. يعني السند زي ما قلنا ما بيديش الحق في الملكيه لان هو مجرد دين بس سلفتني فلوس. شهادات الاستثمار برضه كاني بسلف هيئه قناه السويس فلوس في مقابل فايده انا هاخدها. طبيعي الحفر هو شغال، القناه ما بتجيبش فلوس. فالناس كمان اللي معاه شهاده استثمار طب لازم يبقى ضامن ان في حد هيديله عائد على فلوسه اخر السنه. فالدوله هنا ممثله في وزاره الماليه هي اللي هتبقى ضامنه انها تدفع عائد لمن يحمل شهاده الاستثمار دي.